مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف كتشوفوا حادثه تسير بين واحد السياره خفيفه وسياره ديال الاجره اللي كانت جايه في الاتجاه الممنوع. انتم كتشوفوا هادشي شارع واحد شوارع منطقه حي المحمدي في مدينه الدار البيضاء. السياره ديال الاجره بالحجم الكبير جايه في الاتجاه الممنوع، اصطدمت بسياره اللي كانت هابطه في اتجاه ملعب العربي الزاوي منطقه عين السبع الحي المحمدي. وكتشوفوا الخسائر اللي اسفرت عليها هذه الحادثه الخطيره. كيفاش مول الطاكسي انه كان جاي في هذاك الاتجاه اصطدم بهذه السياره اللي ربما كانت خارجه من هذا الشارع اللي كانت توقفوا به هنايا. اذا حادثه السير خطيره كيف كتشوفوا، خسائر ماديه، نتمنوا ما تكونش فيها اصابات بشريه، نتمنوا بان ما تكونش فيها اصابات بشريه وما يكونوش السائقين اصيبوا اصابات بدنيه. اذا مره اخرى مزيدا من الحذر، مزيدا من التاني، وبالنسبه للناس اللي غياخذوا هذا الشارع يتوخاو الحذر، لان ربما هذه الحادثه كتوقع بسبب ان احدى السيارات كتخرج من هذه المحطه ديال البنزين وكتحترمش العلامه ديال الحد وكتصطدم السيارات اللي جايين باتجاه معاكس. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.